أن اختيار الرجال ليس بالأمر السهل. لقد تقدم في إلى الترشح لصالح الجبهة التحرير الوطني 3000 مترشح، وهي أعلى نسبة لأي حزب في الجزائر، وهي أعلى نسبة في حزب التحرير الوطني بالمقارنة مع انتخابات 2017 أو 2012 أو 2002، مما يدل على رجوع الأمل للمناضلين، وعلى أن جبهة التحرير ما زالت مركز استقطاب وتوجه للمناضلين المترشحين وللشعب الجزائري. إذن حاولنا بكل جهدنا، وقد قدمنا لكم مجموعة من الإطارات من مختلف فئات تستطيعون أن تفتخرون بهم، مناضلين، بسطاء، أبناء الشعب لهم رؤية يقدمونها إن شاء الله يوم 12، وإن شاء الله سواء في وهران أو مستغانم سوف يكون الفوز حلفنا بإذن